شلون؟ مؤثر كثير احمد. سمار عن جد ما بشبه عمرو دياب. إيه لا شو شاب لجاب احلى منه. مثلا هلا كل مره تساوي شغلاتكم راي، ليش ما طلعتوني معكم بفيلم؟ تقبر قلبي شو بيلبالك التمثيل، خرج وشك للتلفزيون يطلع هلا بيطلع. امي الف نفسي شافت ابنها على الحيط قالت له تقبر امك مثل اللوليه بالخيط. مثلي بعدين انت علمتيني اياه، بعدين بتشوفي ابنك ما تشوفيني امي. شفتك توبريني طالعه كانك مريضه، والمخرج هيك مناخيرك مطالع لك ياهم هالقد قدون على طبيعتك احلى. خلصيني انت وابنك. اشو عمر الشريف؟ ثاني يميني من هالكوانه بقى. امي اعملي لي فيلم يعني ما بصير اشوف حالي على التلفزيون. احمد ولا هذا المخرج لزمك تبعك. بكره بتجيب لي اياه فورا. فهمتي علي يا ام خالي؟ لعيتي قلبي، هلا ام احمد بتفوت من الباب، خليكي معي، بتفوت من الباب وحامل الشنطة، أنت بتردي عليها، ها؟ شو قلنا؟ لك أنا فهمة، اسمع شوي، أنا إنتاجي هذا، حرة، شو ما بدي بساوي؟ تفضلي. شوفي أم خالد، هلا أنا حامل الشنطة قالوا جاي من عند الباب، يعني فايتة على المكتب، بس تشوفيني بتركضي وبتاخدي من ايدي الشنطه، يعني مو رقد رقد لا، بتحطي لي اياها على المكتب وبتفتحيها وبتصيري تطالعي الاوراق على اساس انا عم امضي، فهمتي؟ وشو ما بقول لك بتقلي لي حاضر. شو بتقلي لي حاضر؟ انت شو بتقلي لي الي؟ حاضر. بتقلي لي حاضر. ايوه برافو عليكي. انت هلا ابدا شغلك، راح اروح انا على باب الصقاع، ما ببدا لحتى تعد لي وتقول لي اكشن، هذا مفتاح خلي، اوكي؟ يلا خلصونا خلصونا. جاهزين؟ جاهزين. أربعة، ثلاثة،